بات التداوي بالأعشاب الخيار الوحيد لمحمد بعدما باءت محاولاته إيجاد دواء لوالدته بالفشل. فمعظم الصيدليات في لبنان تواجه منذ مدة نقصاً حاداً في الأدوية جراء الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد. صار لي 7 أيام قاعد عم فتش على دواء للسكري مش عم بلاقي للوالدتي ومقطوعين، اضطرينا نرجع للعلاج القديم على الأعشاب لنحسه مثل البديل لنقدر نوصل لحل، لأنه ما عندنا غير وسيلة بصراحة. الإقبال على المراكز الخاصة بالأعشاب التي تستخدم لأغراض طبية تزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لا سيما مع تردي الوضع الطبي وغياب أي محاولات حكومية جادة لتأمين الأدوية المفقودة في الصيدليات. الإقبال ملاحظ أنه كتير عم بتحسن، وصار الأعداد اللي عم تجينا أكثر من الأول، رغم أنه بالأول كمان لا شك أنه كانت كتير أعدادك، بس هلا بفضل فقدان الأدوية بأغلب الصيدليات عم يصير علينا إقبال أكثر من الأول. لكن الأطباء يتخوفون من انتشار ظاهرة طب الأعشاب، لأن كثيرا ممن يلجؤون إليه لا يفعلون ذلك بوصفات طبية. الأدوية الأعشاب ما عندها دراسات، بيجي الواحد بيجمل شوية حشائش بيجمعهم بيخلطهم بيحطهم بالدواء بيبيعهم بيكتب مقال خلاص. لا، الدراسة أدوية بدها دراسات، بدها سنين حتى تاخذ النتيجة. النقص الكبير في الصيدليات لم يستثني حليب الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة فحسب، بل طال أيضا أدوية الاستهلاك اليومي في غياب بدائل للكثير منها. خلو الصيدليات من معظم الأدوية الأساسية يدفع اللبنانيين إلى البحث عن بدائل أخرى مؤقتة كتداوي بالأعشاب، رغم التحذيرات الطبية من مخاطر الاستخدام العشوائي للطب البديل. صباح ياسين، تي آر تي عربي، بيروت.